عندما كنت أعمل في الأردن وتحديدا في مدينة إربد، التقيت بأحد الأصدقاء الذي قضى فترة يعيش ويعمل في السويد، وكان لديه امتعاض شديد من تلك الفترة التي قضاها في هذا البلد. وكنت عندما أذكر له موضوع السويد كانت تظهر على وجهه ملامح الغضب والاشمئزاز. للإجابة أو لمعرفة الأسباب التي أدت بهذا الشخص إلى هذا المستوى من الغضب من تلك الفترة التي كان يقضيها في دولة السويد، تعالوا معي نتابع هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفهم وضع السويد والمهاجرين من دول الشرق الأوسط والدول العربية في هذه الدولة التي نعلم أن بها عدد كبير من المهاجرين من الدول العربية لأسباب تتعلق طبعا بالحروب أو لأسباب تتعلق بالسعي لتحسين المستوى المعيشي لأنفسهم ولعائلاتهم وللوصول إلى مستوى أعلى من الفهم لطبيعة هذه الدولة والحياة بها، أقدم في هذا الفيديو مشهدين. المشهد الأول ينقل الأخبار السويدية عبر التلفزيون السويدي الرسمي، والمشهد الثاني يستعرض ردود فعل المغتربين والمهاجرين العرب على هذه الأخبار من خلال تعليقاتهم المكتوبة. هذين المشهدين، أخبار التلفزيون السويدي وردود الفعل والتعليقات عليها، تعطينا صورة واضحة عن وضع الإنسان المهاجر في هذا البلد. ولنبدأ بالأخبار السويدية وأهم المواضيع. يقول المذيع أن اقتصاد السويد قوي ويتعافى من كورونا بسرعة، ويقول أيضا تشديد شروط استقبال العمال الأجانب لحمايتهم من العبودية، أيضا أن الدين العام منخفض جدا مقارنة بالدول الأخرى، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9%، ومستوى البطالة من المتوقع أن تنخفض من 8.9 هذا العام إلى 7.7 العام المقبل. مقتل زعيم عصابة في فندق وسط ستوكهولم. أيضا طالب عمره 15 سنة يهاجم مدرسة وكان يستهدف المسلمون في المدرسة ولديه أفكار نازية. الآن نأتي إلى تعليقات من سمع هذه الأخبار من سكان السويد الأجانب. من خلال هذه التعليقات طبعا على الأخبار نحصل على صورة واضحة لوضع البلد والناس هناك. فمثلا التعليق الأول يقول: ارتفاع أسعار المشتريات وارتفاع الإيجار وفواتير الكهرباء، بينما الرواتب منخفضة كما كانت ولم تتغير. ويتساءل صاحب التعليق: أين التحسين؟ التعليق الثاني يقول: سياسة الحكومة الاقتصادية غير منصفة أبدا. أما التعليق الثالث فيقول: الاقتصاد قوي وإحنا ماكلين طين، ضرائب كبيرة، ارتفاع بأسعار الأغذية وأجور المنازل إلى آخره. إذن هذه ثلاث تعليقات كما ترون هي تعليقات سلبية على أخبار السويد، وهذا يعطينا صورة واضحة عن أن الوضع ليس كما يرام. نتابع تعليقات مشاهدي الأخبار السويدية من الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وكما ذكرت هذا يعطينا صورة واضحة عن وضع هذا البلد. يقول التعليق: كل شيء يرتفع والسويديين نايمين ولن يعترضوا على ارتفاع الأسعار لأن ليس لهم أهمية من قبل البرلمان، لذلك هم لا يتظاهرون ولا يعترضون على حد تعبير المعلق. أما التعليق الآخر فرواتب، يقول: رواتب الحكومة بالملايين والشعب رواتبه نفسها لم تتغير، مع الأسف السويد تتراجع. وأيضا هناك تعليق يقول: رواتب المتقاعدين منذ 20 عاما لم تتغير. أيضا: متى ما تم المساواة بين أجور
السويديين والأجانب، وقتها يكون الاقتصاد بخير، حتى أطفالنا لا يتقاضون إلا الجزء البسيط مقارنة مع الطفل السويدي الذي يأخذ أضعاف مضاعفة. الاقتصاد السويدي قوي فقط للسويديين، هكذا يقول أحد المعلقين على الأخبار. وأيضا هناك تعليق آخر: أتمنى الأمن والأمان إلى السويد التي ألجأ إليها، والتجأ إليها أيضا الكثير من الناس من كل دول الشرق الأوسط، بس أجارات السكن والضرائب والكهرباء غير معقولة، فكروا بنا. هذا هو يعني أحد التعليقات الإيجابية على أخبار السويد، والذي أقول التعليق الوحيد الإيجابي على أخبار السويد، بأن السويد منحت اللجوء لكثير من الناس من الشرق الأوسط التي تعاني بلدانهم الحروب والويلات، ولكن لديه اعتراض على موضوع الضرائب والكهرباء وأجارات السكن. أتابع قراءة التعليقات على الأخبار السويدية. يقول أحد التعليقات: ب25 الشهر الفواتير بتكون جاهزة، يعني لا تخافوا، ولا يبقى من الرواتب لبداية الشهر إلا الفتات. عن أي اقتصاد قوي تتكلمون؟ قوة اقتصاد الدولة مرتبط بالقوة الشرائية لدى عامة الناس، وليس فقط كبار الشخصيات وأصحاب الشركات وأصحاب الدخل المميز. أيضا هناك تعليق يقول أن اقتصاد السويد قوي، يتساءل طبعا: له يا شيخ، العملة صارت مثل الليرة التركية وجاي تقول لي قوي، العملة نازلة مقابل الدولار واليورو، دولة تستغل الأجانب لصالح الشركات السويدية، في ناس تشتغل ب 13,000 كرون وهو من أتعس الرواتب، ما دام أنكم عادلين ارفعوا الرواتب مثل رواتب السويديين، أنا مش راح أشتغل إلا إذا صار راتبي مثل راتب السويدي. هنا يعني يمتعض من موضوع أن رواتب، ويشير إلى أن رواتب الأجانب أقل بكثير من رواتب السويديين أنفسهم. وآخر التعليقات على الأخبار السويدية من قبل المهاجرين من الدول العربية ودول الشرق الأوسط في هذا البلد كانت على النحو التالي. هناك تعليق يقول: كذبة قديمة الديمقراطية المقنعة، وتعليق آخر يقول: أوروبا جنة الدجال، في الظاهر رخام ولكن من الداخل إسخام. أيضا هناك أحد المعلقين يقول: دولة عنصرية بامتياز. وتعليق أخير: عن أي اقتصاد يتحدثون وأي ارتفاع في المستوى الاقتصادي هم يعنون؟ إذا كان المقصود ذوي الدخل العالي والزيادات السنوية المرتفعة لهم، فهم بالتأكيد من يملؤون الفنادق والمطاعم الغالية دون أن يؤثر هذا عليهم. هل فكر أحدهم بمن يمتلك دخل ضعيف لا يكفيه وعائلته بعد تسديد إيجارات السكن العالي وفاتورة الكهرباء وغيره من المدفوعات كالأدوية، شراء الأدوية؟ هل تحسب الحكومة ماذا يبقى لهم بعد ذلك؟ تمييز أيضا في قبولات طلبات العمل، هذا هو عدل السويد. كما لاحظتم أعزائي، هناك امتعاض من قبل المهاجرين في السويد على عدم المساواة بين رواتب المهاجرين ورواتب السويديين الأصليين على حد تعبيرهم. أيضا هناك ارتفاع كبير في أجور السكن وفواتير الكهرباء وأيضا فواتير الأدوية. ويقول آخر بأن هناك عدم مساواة بين المخصصات المالية للطفل المهاجر والطفل السويدي الأصل، وأن الطفل السويدي الأصل يتلقى يعني مبالغ أكبر بكثير من طفل المهاجر. ويعني بهذا أنهي هذا الفيديو، على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر. وهذا الفيديو أيضا يعني أكرر يعطينا صورة واضحة عن وضع المهاجر
السويدي، عفوا، عن وضع المهاجر في السويد، المهاجر العربي أو المهاجر من الشرق الأوسط إلى السويد، وما هي يعني الأمور التي يعاني منها هذا المهاجر. من لديه تعليق إيجابي أو سلبي فليتركه في التعليقات، وسأحاول الإجابة عليه بما أعرفه، وإذا يعني كان هناك أمر لا أعرفه يعني أمتنع عن الإجابة.